بفاس، وعلى مدى يومين انتظمت فعالية النسخة الثانية للملتقى الوطني العلمي للطلبة الباحثين. التظاهرة عرفت مشاركة علماء وباحثين وطلبة. في المتابعة سعيد معواج ومصطفى زهري. الملتقى الوطني العلمي الثاني للطلبة الباحثين تكرس لمبدأ اعتماد البحث الأكاديمي كأداة لمد جسور التواصل بين الأديان والثقافات من أجل تقريب وجهات النظر، إضافة إلى اعتماد بعد الانتصار لقيم المعرفة والغوص في ثنايا الخصوصية الحضارية والتراثية لمختلف الهويات الإنسانية والتي تتنور بالقراءة والتشخيص العلمي لإيجاد المشترك. مقارنة الأديان في الجامعة أهمية لا يمكن أن نقلل منها، خاصة في سياق دولي يحتاج إلى ترسيخ وتأصيل الحوار ما بين الثقافات والأديان والحضارات، وكذلك في سياق مغربي، سياق مغربي يعني توج سنة 2011 بدستور 2011 الذي رسخ منه الحوار. فعلى مدار يومين من عمر هذا الملتقى الوطني العلمي الثاني للطلبة الباحثين سيغوص المفكرون في أغوار البحث في عدة قضايا من قبيل المفاهيم المنهجية في علم مقارنة الأديان وحوار الحضارات، وكذا مناقشة الخصوصيات الفكرية الكفيلة بزرع قيم التسامح بين الإنسانية، خاصة أن حلقات العلم تمثل مجالا خصبا يمكن استثماره لتنوير المجتمع.